لو الحكاية فيها إن فيجو. حضرتك اتكلمنا عن مشاكل قطاع العمالة مع شركة جامجا، والشركة دي أساسا العمل بتاعها من إمتى موجود؟ أنا أعرف إنها طبعا مؤسسة اتكلمنا عنها باستفاضة أفضل من إن أنا اللي أقول، وفي نفس الوقت المشكلات اللي موجودة في الفترة الأخيرة الشعبة كانت دايما بتتكلم بتشتكي منها، ففهمنا إيه عمل الشركة وفي نفس الوقت إيه هي فعلا المشكلة الحقيقية وإزاي حلها من وجهة نظر حضرتك. شوفي، الغريب في جامايكا إنها غير رسمية، يعني غير مش تحت الرقابة المصرية على الإطلاق، وأنا بستغرب إزاي المنشآت بتتعامل هنا. يعني أنا يا مذهول، يعني فين حتى الرقابة المصرية، فين الجهات الرسمية المصرية إن حاجة زي كده تيجي تتعمل بدون ترخيص، بدون أخذ الموافقات الرسمية. جامايكا هي زي ما تقولي مركز بيروح للمسافر على أساس ياخد من عنده اسم المستشفى اللي يكشف فيها. تمام. إيه الداعي؟ إيه الميزة؟ رغم أنه بيروح يكشف في مستشفى مصرية. تمام. فإيه الداعي لهذا الأمر؟ جامايكا كل يوم مطلع لنا في موضوع جديد بتعطل لنا العمالة المسافرة. النقطة الثانية، المسافر لازم يجي من المنصورة على أساس يروح جامايكا عشان تحوله المستشفى، تاخد بالك؟ فتكدس القاهرة مش ناقصة إيه؟ زحام رهيب. أهم من ده إنه يعني عدم وجود رقابة على جامايكا مخلية فيها أصحاب الوسائط، أصحاب المحسوبيات لهم تأثير على هذا المركز بطريقة يعني فوق ما تتخيل وتتصوري، وده شيء سيء جدا، بيميز شركة عن شركة، بيميز كذا عن كذا، يعني انت خدت بالك؟ فبالتالي نعاني معاناة رهيبة جدا. هل العامل بيدفع فلوس وهو رايح للشركة، شركة جامايكا، ولا هو احنا بندفع له هنا قبل ما يتحرك؟ بيتعمل له حاجة اسمها تسجيل على الانترنت، بياخده بالدولار. تمام. تم تسجيله بالدولار قبل ما يروح اصلا. تمام. فيجو.